تلخيص بسيط لكتاب صديقي لا تأكل نفسك من تأليف عبد الوهاب مطاوع. الكتاب عبارة عن 114 صفحة، وهو مجموعة مقالات اجتماعية زاخرة بالمواقف الحياتية والصور الإنسانية والتأملات الفكرية والوجدانية. جمعها المؤلف تحت عنوان أحد أهم مقالاته فيها صديقي لا تأكل نفسك، حيث يحاول الكاتب من خلالها أن يجد إجابات مريحة لتساؤلات حائرة يشاركنا فيها حول علاقاتنا مع أنفسنا ومع الآخرين. ويضم الكتاب 25 مقالا إبداعيا رائعا، انتقيت منها عناوين 5 مقالات أعجبتني وأرجو أن تنال إعجابكم. الأول يسمى آلام زعتر. يطرح المقال بعنوانه الساخر تساؤلا عن سر انعطاف سلبي كبير في شخصية أحد أصدقاء الكاتب أورده بقلمه. كيف يمكن أن تتغير شخصية الإنسان من النقيض إلى النقيض إلى هذا الحد؟ وبأي دوافع؟ إن ضغوط الحياة يمكن أن تغير بعض ملامح الشخصية، ويمكن أن تدفع البعض إلى تقديم بعض التنازلات عن أفكارهم وأحلامهم القديمة. لكن أي ضغوط تعرض لها هذا المثال القديم لكي يتحول إلى نهم يسعى إلى الثراء بكل وسيلة وبلا اعتبار لأي شيء؟ المقال الثاني ويسمى صديقي لا تأكل نفسك، عنوان مشوق لمقال استوحاه الكاتب من موقف شخصي. يختمه الكاتب بتساؤل يطرحه على نفسه قبل غيره: لماذا تأكل نفسك؟ يقول الكاتب فيه إن كتاب التراجم الشهيرة يفتشون في حياة المشاهير عن نقطة التحول التي كانت بداية انطلاقهم إلى المجد، فيكشفون في أحيان كثيرة أنها كانت عقبة شديدة أو فشلاً ذريعاً أو إخفاقاً في تحقيق هدف حول مجرى حياتهم إلى الطريق الذي لمعت فيه عبقريتهم. ويتابع الكاتب مستشهداً على كلماته بذكر نماذج عبقرية استطاعت أن تحول العقبات إلى بداية لحياة جديدة ونجاحات أكبر. ويختم حديثه الشيق فيقول: إن الحياة جديرة أن نحياها، والأحلام جديرة بأن نكافح من أجلها، والثقة بالله وبالنفس تشد أذرنا وتشحذ إرادتنا لكي نتطلع إلى نصيبنا العادل من السعادة والنجاح. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تأكل نفسك يا صديقي؟ أما المقال الثالث فيسمى أشواك الآخرين. من خلال تأملات في الكون والحياة يأتي هذا المقال ليطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة مع الآخرين وكيفية التواصل معهم، بحيث تكون رحلة الحياة برفقتهم أكثر هدوءا وأمنا. وفي هذا يقول الكاتب: كل رحلة تحتاج إلى رفاق سفر نستعين بهم على وحشة الطريق، ونلتمس لديهم الدفء والأنثى والصحبة، وعلينا أن نفعل ذلك أبدا، ولكن بشرط أن نتعلم الحكمة من القنافذ في اقترابها من الآخرين. المقال الرابع ويسمى ولكنها تدور. مستوحيا من قصص وأحداث تاريخية غنية، يتحدث الكاتب في مقاله هذا عن بعض المغرورين الذين يحتكرون الحقيقة لأنفسهم، بينما يرون دائما أن الآخرين على باطل لا يستحق السماع ولا يقبل المناقشة. وفي هذا نقتطف مقولة للكاتب: الغرور يا صديقي قرين التحجر ورفض الجديد، وأصحاب العقول المتفتحة للمعرفة هم الذين يعرضون الأفكار الجديدة التي يسمعونها على عقولهم ويتبينون فيها جوانب الصحة وجوانب الخطأ، ثم يقبلون منها ما تقبله عقولهم ويرفضون ما ترفضه. أما الرفض مع سبق الإصرار والترصد وقبل المناقشة والتفكير، فهو دائما طبيعة الحمقى والمغرورين الذين عطلوا تقدم البشرية على مر العصور. أما المقالة الخامسة والأخيرة تسمى في المرآة.
خواطر استوحاها الكاتب من رواية شهيرة تقول: إن لكل إنسان صورتين، إحداهما حقيقية هي التي يعرفها عن نفسه، وهي تعكس سريرته بآثامها أو فضائلها، وأخرى مزيفة هي التي يظهر بها أمام الآخرين. من خواطره تلك جاء مسك ختام مقالته: لكل منا مرآة سوف تنطبع عليها صورته الحقيقية ذات يوم، فتنفضح سريرته الخفية، ولكل منا يوم سوف يعرض فيه على ملك الملوك، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ولا علاقة لهذه الوجوه الحقيقية بما حملناه طوال حياتنا من ملامح جسدية، لأنها حصاد رحلتنا من الخير والشر ومن الجمال والقبح. فإلى اللقاء هناك.